جو ميكسكوز، هذه هي لا دوزيام بارتي تاع لا ريفيزيون ديالنا. راكو تعرفوا والله غالب كيما نقولوا كي تخلصنا 40 مينوت يخرجنا الزوم وحده وحده. قلنا لا ميوز وشنو هي؟ سي الانقسام الاختزالي. واش بيه الانقسام الاختزالي؟ هو واش يدير لك؟ يحول لك من سيلول اللي هي سيلول جيرمينال اللي يكون فيها لا كونتيتي دي ان دو زين الى خليتين، هاد الخلايا يكون فيهم نصف لا كونتيتي دي ان الاولى. دونك كلي تخايلوا هذه تنقسم على زوج. دونك واش تولي لك هنا ان وهنا ان؟ كي تولي لك ان ان، هادو واش يولوا؟ يولوا دي غاميت. دوك نفهمكم شنوهم لي غاميت بالعربيه، هما الامشاج. والامشاج قادره تكون انثويه ولا قادره تكون ذكريه، ياخ بون ذكر ولا انثى سي لا ميم شوز، ياخ. دونك كي يكونوا امشاج ذكريه حاب يقول النطاف ولا لي سبيرماتوزويد، وكي يكونوا الامشاج انثويه سي لوسمهم لوفيل. اكزاكتومون سي لوفول تاعنا. لا سيلول جيرمينال وشنو هي؟ هي الخليه ياخ اللي جايه في لي كيما نقولوا لهم في الاعضاء التناسليه، في لو سيكسوال نو. اكزاكتومون سي الخليه اللي جايه في الاعضاء التناسليه. هذا الخليه واش دير؟ تنقاسم باش تعطي لك دي غاميت، معناها مختلفة عن لا سيلول سوماتيك، مختلفة عن الخلية الجسمية. الخلية الجسمية تنقسم لتعطي خليتين بنتين بلا ميتوز، ماشي بلا ميوز. لا ميوز سي إنشاء الأمشاج ولا إعطاء الخلايا الجنسية اللي هما لي غاميت. تو سامبلومون قريناه في الليسي بالانقسام الاختزالي، يحصل عند الخلايا الجنسيه. باغ كونتخ كي نجو لا ميوز لا ميتوز ميتوز وي مانا سي لو كي جو بوز ان كيستيون وي بوزي لي كيستيون تاعك. لي سيلول جيرمينال سو سون دي سيلول سوش؟ ايه لي سيلول جيرمينال سو سون دي سيلول سوش. ايه داكور ميرسي. بلا مزيه عندك لا ميتوز، هي واش معناتها سيلول سوش؟ معناتها الخليه الاصليه الأولى، ياخ صح. أيا نروحو لاميتوز، لاميتوز بالعربية سي الانقسام، واش من انقسام هاد الخطرة؟ متساوي، متساوي. إكزاكتومون، سي الانقسام المتساوي، انقسام متساوي، معناها خلية شحال فيها؟ دوزان دو كروموزوم. تنقاسم باش تعطي لك خليتين بنتين فيهم دوزان كروموزوم، معناتها هذه دوزان وهذه دوزان، ياخ. دونك هاد لي سيلول واش نسميوهم؟ لي سيلول سوما سوماتيك. تري بيان. وهاد لي سيلول واش نسميوهم؟ واش من لي سيلول؟ سيلول في، سي دي سيلول في. صح صح بصح انا جاتني كاستيون في راسي لهنا، كيفاش هذه سيلول سوماتيك فيها دو زان دو كروموزوم تعطي لك دو سيلول فيهم دو زان؟ معناتها هذه زوج وهذه زوج، معناتها اربعه. وين جاوا هاد الاربعه هادو؟ هي اصلا كان فيها زوج، دارت ريبليكاسيون دو دي ان. هاد لا سيلول قبل ما دير لك الانقسام لاديان تاعها دوبليكاتو، واش معناه؟ إذا كان عندها كروموزوم قبل ما دير الانقسام تستخدم المكونات اللي داخل لا سيلول باش دير لك دو كروموزوم. دونك هاد العفسة تحتاجوها من في الجينيتيك، ياخ صح. دونك كي دارت لك دو كونتيتي دا دي ان، معناتها كي تنقسم دوكا صح، سيلول وحده تمد لها كروموزوم وسيلول اخرى تمد لها كروموزوم، معناتها خلاص مازالها دو كونتيتي دا دي ان، دو كونتيتي دا دي ان، وسي بون يفرات شغلها. دونك نتوما واش يهمكم؟ لي ديتاي ما يهمكمش لي ديتاي، بون يهمكم في جينيتيك، باغ كونتخ في زولوجي لا لا. ومن بعد اصلا كي نجو نديرو ريفيزيون تاع جينيتيك، بون هادي هي مختصه بزولوجي، كي نجو نديرو ريفيزيون تاع جينيتيك حنعاود لكم هاد العفايس اون ديتاي. مي واش يهمكم؟ كو لا ميوز هي الانقسام الاختزالي تاع لي سيلول جيرمينال، ولا ميتوز سي الانقسام المتساوي. هذا ما كان.
هيا نزيدو نروحو لحاجه واحده اخرى. بون صبروا تشوفوا عليا نكون شي باش ما ننساش. بون لا فيكونداسيون درنا عليها, سيغمونطاسيون سي بون, غاستريلاسيون سي بون, نورولاسيون سي بون, ميتوز ميوز سي بون. ما قعدناش بزاف عندنا باش نبدا لكم ابسودوبود فاغوسيتوز. بون غاستريلاسيون خلاص, les domaines, reproduction sexuée asexuée, cycle de développement, physiognomie, haploïde, diploïde. Eh, باش ما نخرجوش من الفكره, وشنو هي لا نوصيون تاع لا سيلول ابلويد, وشنو هي لا سيلول ديبلويد؟ ما في جينيتيك قريتوها؟ لا سيلول ابلويد اللي يكون عندها ان كروموزوم, لا سيلول ديبلويد اللي يكون عندها دوزان ta chromosome. Très bien. La quantité d'ADN de la cellule haploïde, c'est N de chromosomes. Attendez, exemple. Les cellules germinales. Les cellules germinales. Exemple, par exemple, le spermatozoïde. Ando N de chromosomes. Les cellules diploïdes, où sont-ils? Haploïdes. À deux chromosomes, comme les cellules filles. Très bien. Très bien. Les cellules diploïdes, ce sont des cellules à deux zènes de chromosomes. Tu as la quantité d'ADN, deux zènes de chromosomes. Vous avez un exemple? Exemple. Madame, toutes les cellules, sauf les cellules germinales, sont ma somatique en général. Très bien. Un exemple, pour que vous puissiez le cellule de la peau. Très bien. La cellule épithéliale. Cellule épithéliale, cellules de foie, de cœur. Hadou gaïdik, ce sont des cellules diploïdes. Maintenant, la quantité d'ADN taham, maintenant, khaliya jismiya, la quantité d'ADN taham, c'est, comme on dit, deux zènes de chromosomes. Classe, ça se prend supprimé, hadou, saha. Donc, on dit dans ce cas-ci, comme, où est-ce qu'il y a la reproduction sexuée, où est-ce qu'il y a la reproduction asexuée? La reproduction sexuée, c'est ta catégorie jinsi, ou l'asexuée, c'est ta catégorie jinsi. On peut donc le nom agamogoni ou la gamogoni. Très bien. Ou qui est pour la catégorie jinsi? Ou je m'en ai dit à la wesh? Les gamètes. Très bien. Donc, maintenant, les types de reproduction. Et nous, la catégorie. La zoologie, elle a été très bien. Est-ce que tu as dit à la catégorie jinsi? S'il vous plaît, les micros. Allô. Donc, عندنا, la reproduction. عندنا, la reproduction sexuée. Ou عندك reproduction asexuée. Bon, je ne vais pas dire que je vais dire comme ça. La reproduction sexuée. نسقيولها لا غاموغوني. شنو غامو غاميت؟ سا في دير اون اوتيليزون لي غاميت, معناتها تكاثر جنسي ياخ. باغ كونطخ لا روبرودكسيون اسيكسيي سي اون اغاموغوني. لو سيفيكس تاع نيغاسيون اغامو غوني. لاغاموغوني هو عبارة عن تكاثر بدون استعمال لاغاميت. بصح يقول لي واحد أعطيني مثال. أوكي نعطيك مثال على لاغاموغوني. نتوما كي يكون عندكم اون بلانت نبتة, هذيك النبتة تقطعوا لها الورقة, الورقة هذيك واش تعاود دير؟ واش تعاود دير النبتة؟ تعاود تنوض. تعاود تنوض ورقة واحدة أخرى. تخي بيان. معناتها واش من الفيرومان اللي دارت؟ تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ لا جنسي. دارت تكاثر لا جنسي. واش معناتها التكاثر؟ التكاثر سي لا غوبرودكسيون, معناتها إعادة إنشاء كائنات جديدة. ياخ دارت أنشأت كائنات جديدة. Et donc, cette l'amélia, nous disons le bourgeonnement, le tabarum.
عندك نوع من انواع لي سبونجيير الاسفنجيات اللي انا كان عن بالي باللي سو سون دي بلانت. هذا النوع من انواع الاسفنجيات يديروا لك لو فينومين تاع لا ريبرودكسيون اسيكسوي, يديروا لك لو بورجونمون, يديروا لك لو بورجونمون تبرعم, معناتها تنحي مورسو من هذاك ليبونج من هذاك الحيوان يبرعم لك كائن واحد اخر اكوز كو فيه كاين واحد لي سيلول سي دي سيلول سوش. هذوك لي سيلول هما قادرين على انتاج اشياء واحد اخرى, يعني في لا فيديو ولا في لو كور تاع لي سبونجيير راح تشوفوهم تري تري بيان لي سيلول. هذا تصرا غير في لي بلونت, ماش تصراش غير في لي بلونت, ما عند لي زانيمو. علاش راني نقول لكم انا ضربت لكم مثال بلي بلونت باسكو راكم تشوفوهم دائما قدام عينيكم. نتوما تجيكم شغل امبوسيبل كيفاش هذا حيوان تقطع منه مورسو يعاود ينوض. Par contre, les spongiaires, ce sont des animaux où ils disent le phénomène de le bourgeon. Qui fait? Qui me dit le sommeil? Quand tu as dit le taux, il y a des mots. Je connais. Non, ça marche bien. Le sommeil. Le sommeil. Exactement. Aïe, wallah, soit soit. Je ne sais pas si tu as dit le taux. Je ne sais pas. كي مزر زومية رسوة خلاص صح. كهدرنا على لغو بروديكسون سيكسوية نقامل قوني وي نقامل قوني جنسي ولا لا جنسي 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 معناتها نوتوليزون دي قامت بش كنتي كاتبة لا جنسي لك نخطش نقامل يلي لا جنسي ايه اقامل قوني لا جنسي وقامل قوني جنسي. D'accord, merci. Blamzia. Donc, on va voir une chose qui est le cycle de développement. Yeah. C'est pas grave, c'était la mochique. On a le cycle. Cycle de développement. لو سيكل دو ديفلوبمون شنو هي؟ الحلقه الحياتيه وشنو هي الحلقه الحياتيه؟ هي من نهار يكون لانيمال ولا الكائن تاعك ادولت يا حتى بون هذا ماشي دوبلتي ادولت بتي وحده ستيلو برك دوبلاني. دونك عندنا ادولت معناتها يكون عباره عن كائن كبير يدور ويكمل في حياته حتى يبرودويزي لك دي غاميت وهذوك لي غاميت يكونوا لك كائن واحد اخر جديد. دونك الحلقه هذه تاع الحيوان هذا كي راهو يكبر ويعاود يمد لك دي غاميت ولي غاميت يتروبرودويزاو ويعاود يمدوا لك كائن واحد اخر, هاد الحلقه هذه تاع اللي راهي تدور نسقيو لها لو سيكل دو ديفلوبمون. واش نسقيو لها؟ لو سيكل دو ديفلوبمون معناتها لو سيكل دو ديفلوبمون تاع الكائنات وشنو؟ ادولت ادولت واش يمد لك؟ لي غاميت, لي غاميت يديروا لك فيكونداسيون, لا فيكونداسيون يعاود لك يمد لك كائن صغيور بون حنا نسميوه بيبي ما بيناتنا بصح هاد الاسمو ما اكزيستيش, هو يمد لك امبريون يمد لك البيبي والبيبي يكبر يمد لك ادولت والادولت يعاود يمد لك غاميت وغاميت يديروا فيكونداسيون وهي رايحه. دونك هاد الدائره ولا هاد الحلقه واش نسقيو لها؟ لو سيكل دو ديفلوبمون. راكو معايا؟ وي وي مدام. العفسه فهمتوها ولا لا؟ لا فهمنا. دي نوصيون باس تحتاجوهم باش الشيخه ما تبقاش مبحرين, هي تهدر وانتم مبحرين في جهه واحده اخرى. الحمد لله. دوكا وين نروحوا؟ نروحوا لواحد العمليه اللي نزيو لها لا شيزوغوني. وشنوها؟ لا شي زو غوني هي زعما بالحق تتلاقاو فيها بها دوكا, مي انا نحب نعطيها لكم من لو بروميير كور باش تتهناو.
كاع قريتو بيولوجي فيجيتال ولا لا؟ لا قصدي قريتوها يعني ريفيزوتوها. يهديكم الله ويصلح بالكم، بارك الله فيك، تعيشي أنفال. قولوا كامل قريتو العام اللي فات بيفي؟ وي قريناها. واش كنتو تشفاو العام اللي فات؟ واش كنا نديرو لو ساك هذاك؟ شكون يشفى لي اسمو ساك امبريونير؟ ايه واش فيه ساك امبريونير؟ ايه فيه دنوايو لداخل. قبل ما يجوا لي نوايو هذوك واش كان عندنا؟ ماشي كان عندنا واحد لو ساك هكايا معمر بلي نوايو بزاف، كنت نقول لكم تصرا ديفيزيون دو نوايو بلا ما يصرا ديفيزيون دو سيتوبلازم، والله اعلم سمينا لو ساك سوينوسيتيك. ياو صح. وي وي هاد لو فينومين صرا عند لي بلونت بصح مام عند لي زانيمو قادر يصرا. بمعنى تكون عندك بار اكزومبل خليه، هاد الخليه دير لك نوع من انواع الانقسامات اللا جنسيه، معناتها هاد لا شيزوغوني سي تون اغاموغوني. اش معناتها اغاموغوني؟ سي انقسام بدون استعمال لي غاميت ياخ. ريبرودكسيون واش معناتها ريبرودكسيون؟ ريبرودكسيون سي انشاء كائن واحد اخر، انشاء سيلول واحد اخرى. ما يهمنيش لا سيلول هذه اسكو حد يدير لك ريبرودكسيون ماشي دير لك غاميت كبيره عريضه، ما يهمنيش. لو فات كو عندك اون سيلول تبرودويزي لك سيلول واحد اخرى صافي دير راه يدير لك في لا ريبرودكسيون. ومن بعد الا كانت لا سيلول هذه استعملت دي غاميت باش خلقت لك دي سيلول واحد اخرين صافي دير راه يدير لك في الغاموغوني تكاثر جنسي. باغ كونطغ الا استعملت لك لو بورجينمون صافي راه يدير لك في الاغاموغوني تبرعم اللي كنت نهضر لكم عليها مقبيله واللي كان يقول لكم زرزوميه وكنت نقول لكم نبته. دوكا كاين نوع واحد اخر تاع لاغاموغوني، كاين نوع واحد اخر تاع التكاثر اللاجنسي اللي هو وشنو لا شيزوغوني. وشنو هي لا شيزوغوني؟ سي تون ديفيزيون دي نوايو ياخ، سي تون ديفيزيون دي نوايو تكاثر ولا انقسامات للانويه تاع الخليه بلا ما تنقسم الوسمها بحد ذاتها، بلا ما تنقسم لا سيلول بحد ذاتها. و لا ديفيزيون تاع سيتوبلازم تصرى بعد ما تصرى ديفيزيون لنواي. بمعنى اكو تشوفوا هذا الكائن كان عباره هاوليك عن خليه ياخ، هذا الخليه واش دارت لنا؟ عندها ان نوايو، لو نوايو هذا هو اللي انقسم، معناتها صرا غونفلومون في لا سيلول والنوايو هو اللي انقسم. سي بور سا اللي قلنا سي اون ديفيزيون دي نوايو، انقسامات للانويه. ومن بعد واش صرا؟ لي نوايو هادوما شاك نوايو بدا يدي شويه من السيتوبلازم ويخرج من لا سيلول. هذه سي المرحله الثانيه. دونك واش يولي هادو ما كيتفرقوا؟ واش يولوا هادو؟ هادو كيتفرقوا واش يولوا؟ يولوا دي سيلول هكا. معناتها لا سيلول الاولى برودويزات دي سيلول واحده اخرى ولا برودويزات؟ قولوا لي. الو وي برودويزات. برودويزات دي سيلول معناتها اذا كان هذا كائن اوني سيلولير وحيد الخليه، خلاص على بالكم اوني سيلولير وشنو وحيد الخليه، بلوري سيلولير متعدد الخلايا. دونك هذا الكائن الحيوان هذا الى خلقوا ربي اوني سيلولير ما يديرلكش ريبرودكسيون، يبقى يخدم في لي غاميت، ما يبقاش يخدم في لي غاميت. ربي واش دار له؟ دار له طريقه واحده اخرى اللي هي لا شيزوغوني، كيقسم الانويه تاعو باش ينقسم بصفه كبيره. علاه لي بارازيت وهاد العفايس دائما تلقاوهم بزاف لي بارازيت؟ علاه تلقاوهم تمتم يتكاثروا؟ علاه؟ بس كيديروا لك جينيرالمون لا شيزوغوني. صح معليش نقولوا ما فهمتوش واش لازم تشدوا؟ تشدوا كو لا شيزوغوني سي لا ديفيزيون دو نوايو ولا سي لا ديفيزيون دي نوايو سون ديفيزيون دو سيتوبلازم ولا لا ديفيزيون دو سيتوبلازم تصرا من بعد. هذا ما كان كاين كاش واحد ما فهمهاش. وهذه سي تون اغاموغوني، معناتها هو نوع من انواع التكاثرات اللاجنسيه. صرا عند بلانت باك؟ لا لا، حنا العام اللي فات في بيفي تلاقينا بها بوغ لا بروميير فوا عند لي بلونت. باغ كونطخ هاد العام في لو موديول زولوجي راح نتلاقاو بها مام عند لي زانيمو، سورتو سورتو لي بروتوزوير. مدام وي
سيلوبلي ما فهمتش لو بوين كي قلت اني سيلولار ولي غامات شنو هي لا ريلاسيون اللي بيناتهم اللي قلتي ما يقدروش يديروا لي غامات لي سيلو اني سيلولار هي اصلا عندك خليه وحده ولي بروتوزوير اصلا في الدوره الحياتيه تاعهم اصلا راح يكونوا دو ان دو كروموزوم بصح هذا الكائن هذا اصلا راهو كائن كائن وحيد الخليه ايماجين هذا الكائن ربي سبحانه يفرض عليه كو هذا لازم يدير دي غامات ومن بعد لي غامات يتحدوا ياخ باش يعاودوا يكونوا لك كائن واحد اخر اصلا لي غامات ما يقدروش يكونوا من غير ان دو كروموزوم معناتها ان وان حيولوا دو زان والكائن هذا يا اصلا لازم يكون ان معناتها ماشي خلطة عليه مسكين راكي درتي له شغل انت كي تقولي ديفيزيون صافي تجي لازم يستهلك انرجي يستهلك طاقه يستهلك بلاصه وهو مسكين صغير بدائي اصلا هو راهو كائن وحيد الخليه يتكون من خليه واحده معناتها راهو ابسط حيوان تلقايه على وجه الارض تروحي انت ديري له هذه الخلطه مسكين هذا كاع ما يفهمهاش ما يقدرش يديرها دونك ربي سبحانه واش دار دار له طريقه خاصه به يدير غو برودكسيون يتكاثر ماشي ما يتكاثرش بصح بطريقه اخرى وشنو هي هذه الطريقه هو انه يكاثر النوايو تاعو وبعد من نوايو يقسم روحه باش يولي كائنات واحده اخرى هكذا اسكو يستهلك بزاف الطاقه لا لا نتوما ديروا في بالكم باللي لا ميوز عند الكائنات الكبيره هي عمليه معقده ما تقولوش هكا ميوز وديفيزيون دو سيلول يعطيو لك سيلول وخلاص لا لا هي عمليه جد معقده لي من خلقها ربي خلقها للكائنات المعقده معناتها الكائنات المتعدده الخليه من الحيوان وروح من الانسان وروح باردون باركونتر الكائنات البسيطه هذو الصغار مساكن هما اصلا بسيطين هما اصلا صغار يحتاجوا حاجه صغيره تمشي لهم حوالهم هذا ما كان خلاص فهمتي مادام ميرسي راني قلت لكم ليكزامبل تاع واش لي بروتوزوير كاع لي بروتوزوير جينيرالمون يديروا لك هذا لو فينومين هذا تاع لا ريبرودكسيون ولا لا شيزوغوني ولي بروتوزوير ما تلقى جونغ كي نقول لكم انا ان بروتوزوير وكان ما تكونوش قريتوا لو موديول ما تقدروش تعرفوا دونك ما نقدرش نقول لكم باغ اكزومبل كيما قبيله في البرج النظر ضربت لكم مثال الكاميرات تاعكم بزرزوميه وانا ضربت لكم مثال بالنبته بصح لي بروتوزوير نتوما ما تشوفوهمش قدامكم باسكو سو سون دي بارازيت لي بروتوزوير غالبيه الاوقات سو سون دي بارازيت علاش بس كائنات بدائيه وصغيره احنا وقتاش نولوا الكائنات نشوفوهم قدامنا نهار نروحوا للكائنات الاكثر تعقيدا من لي سبونجيير وروح كي نقول لكم الاسفنجيات يجيكم في راسكم سبونج بوب وجمعته في راسكم دونك تولوا كائنات تشوفوهم باغ كونتر انا كي نضرب لكم مثال دوك نقول لكم لي بروتوزوير نقول لكم تريبانوزوما هو حيوان اكزيستي بصح نتوما ما تعرفوهش خاطرش ما نشوفوهش في حياتنا اليوميه ديجا دايوغ كي نقول لكم لي كتينير برك ما تعرفوهمش سي كائنات ماشي مداريين نتلاقاو بهم مع انها كائنات شويه معقده كيما لي سبونجيير ولي ميدوس لي كنيدير نسقيو لهم خلاص سي بور سا شويه ديفيسيل دوك يعني هاد العفيسي يولي لكم كلير اكثر فاكثر في الاخر في لو كور ولا دوران لو كور تاعكم ما بقاولناش بزاف لي نوسيون بقات لنا لا نوسيون تاع اوتوتروف و هيتيروتروف كيف كيف في بي في قريتوها العام اللي فات وشنو ها اوتوتروف هيا نستنى في الإجابة غيرية التغذية exactement ما يديرش لها نغيتر التعوح exactement les animaux ولا نقدروا نقولوا ماشي les animaux les espèces اوتوتروف هما لي زيسبيس ذاتيه التغذيه كيما النبات وشنو يركب مادته العضويه بنفسه معناتها يخدم الماده العضويه تاعو داخله بعمليه التركيب الضوئي لا فوتوسينثيس باغ كونتر هيتيروتروف حاب يقول غيري التغذيه معناتها يعتمد في غذائه على كائنات واحده اخرى كسوا ياكل
Exactement. Que ce soit ياكل من لي ديشي تاع لي زانيمو الاخرين, que ce soit ياكل من لي زانيمو لا ياكل دي زانيمو واحد اخرين, ولا يعتمد على كائنات واحد اخرى, المهم غذائه يعتمد على كائنات واحد اخرى. خلاص فرقتوا بين لي ديمونسيون؟ وي مدام. بون هضرنا على اوتوتروف وايتيروتروف, دوكا نهضر لكم على البارازيت والاوت والبسودوبود. دوكا شكون يقدر يقول لي واش معناتها بارازيت؟ شكون مالفي شكون مالفي يشوف لي زانيم؟ كاين واحد الانيم مشهور اسمه بارازيت, تعرفوه؟ واش معناتها بارازيت؟ طفيلي. صح بارازيت اول ترجمه حرفيه هي طفيلي. زيدو واش معناتها طفيلي؟ واش معناتها طفيلي؟ مانقدروش نشوفوه. ماشي شرط مانقدروش نشوفوه, كاين طفيليات ولا دي بارازيت كبار, ماشي شرط مانقدروش نشوفوه. الطفيلي هو الكائن اللي يعيش على اون سيليل واحد اخرى, يعتمد على كائنات اخرى. اكزاكتومون يعتمد على كائنات اخرى, يعيش على حسب كائنات اخرى. اكزاكتومون. داكوغ بارك الله فيك. كيما لي شامبينيون. كيما لي شامبينيون بصح هو ماشي شامبينيون, بارازيت ياخ. صحه دوكا واش عندك؟ عندك انسان, الانسان هذايا كاين هاد البارازيت دخلو في جسمه بلعو, ولا هذا البارازيت عباره عن دوده في كرش الانسان هذا ياخ. صح دوك واش صرا؟ هذا تطفل على هذا ولا يعيش عنده, تطفل عليه. واش معناتها تطفل؟ حبي يقول جار يجي يدخل لك لدارك, انا ميم شوز هكا. دونك هذا واش نسميوه؟ هذا نسميوه لو بارازيت. وهذا واش نسميوه؟ نسميوه لات, المستضيف. واش نسميوه؟ المستضيف. كيما انت تجيب جارك تدخلو ولا ضيف تدخلو, انت تولي مضيف, انت اضفت هذاك الانسان. دونك هذا هما لي دو نوسيون لي جينيرالمون بالك ما يعرفوهمش. دونك كي نقولوا ات سي مستضيف وبارازيت سي طفيلي, هذو هما زوج عفايس اللي حبيت نوصلهم لكم, راح تتلاقاو بهم حتى تكرهوا في لو موديول. دوكا عندنا لي بسودوبود, وشنو هما لي بسودوبود؟ ارجل كذيبه. ارجل كذيبه هذه هي لا نوسيون. هاكو جاوبتوا روحكم براحكم. سي دي زيكسبونسيون سيتوبلازميك اللي هما عباره عن ارجل كذيبه, يقدروا يكونوا عند نيمبورت كال كائن, ماناش نهضروا غير على لي سيلول تاع الانسان. صح زيد نعطيكم اون نوسيون واحد اخرى, وشنو هي لا فاغوسيتوز؟ البلعامه. اكزاكتومون سي البلعامه, جميع كائن يبلعم كائن واحد اخر ويدير له لا فاغوسيتوز. تري بيان معناتها راكو هنيتوني منها, هذه ما نكسبليكيها لكمش. عندكم واحد الحاجه اللي لازم تعرفوها, وشنو هي؟ اناميب. كيقولوا اناميب ولا هذا الكائن ولا هذا الطفيلي سيتان ناميبويد. واش معناتها؟ يدير البلعامه ماشي تقريبا, ماشي يدير البلعامه. لاميب اناميب ولا كائن اميبويد سي دي زيسبيس ياخ, يتنقلوا عن طريق لي بسودوبود. صافي دير اذا كان الشكل تاع لي سبيس تاعنا هكا ياخ, هو كائن وحيد الخليه ولا ثنائي ما يهمنيش, المهم كائن. هذا الكائن نهار يولي يدير لك هكذا دي بسودوبود باش يتحرك ويديبلاسي, صافي دير هذا رجع اناميبويد. مدام سيلفو بلي معليش تعاودي. شوفوا جميع كائن يستعمل الأرجل الكاذبة لكي يزحف ولكي يتحرك نسقيولو أناميبويد.
جميع كائن يدير لك دي زيكسبونسيون ياخ يدير لك دي زيكسبونسيون سيتوبلازميك على شكل دي بسودوبود واش نسقيولو ان اميبويد سهله تقدري تعطينا اكزامبل اكزامبل ما كاش اكزامبل باسكو هو ماشي ان اسبيس هو سي ان فينومين يندار اكزامبل عندكم في الكتاب تاعكم راح تقراو على واحد ليسباس قلت لكم ما كاش كائن كبير يدير هذا الفينومين تاع لاميبويد ولا يدير لك نقولوا عليه سي ان اميبويد زعما قط نقولوا عليه سي ان اميبويد هنا جينيرالمون هاد العفسه تصرى عند لي سيلول معناتها الكائنات الوحيده الخليه مي حبيتي ان اكزامبل نعطيك بار اكزامبل ليكزامبل تاع اللي مدوه لك في الكتاب باج 26 اللي هو تاع البلاسموديوم فالسيباروم البلاسموديوم فالسيباروم في هذاك الوسمو تاعكم في هذاك لو سيكل اللي مدوه لكم نهار تكون الشيزوزويت تاعك ولا يكون البارازيت تاعك يكون داخل لا سيلول هيباتيك من لا سيلول هيباتيك يروح لا سيلول سانغين كي يكون داخل لا سيلول سانغين ولا ليماسي الخليه هذيك تتحول الى اناميبويد واش معناتها تولي عباره عن خليه تتحرك باستعمال الارجل الكاذبه داخل الخليه الدمويه شتو بلي سي با ان اكزامبل تاع كائن كبير يمشي جينيرالمون هاد لو فينومين يديروه دي سيلول اللي يكونوا صغار ويكونوا دي بارازيت دونك هاد الوسمو هاد لا سيلول تاع البلاسموديوم فالسيباروم كي تدخل داخل الوسمها كي تدخل داخل لا سيلول سانغين دونك لا سيلول سانغين واش تولي تولي مستضيف تولي اون نوت لي من لو بارازيت هذا اللي دخل لها اللي هو البلاسموديوم فالسيباروم شتو بلي سي ان اكزامبل جو سي ديفيسيل نضرب لكم ان اكزامبل وانتم لا سبيس بوغ لا بروميير فوا راح تتعرفوا عليها انتم واش يهمكم تعرفوا شنو هو لاميبويد هو عباره عن سيلول تنتقل باستعمال الارجل الكاذبه هذا ما كان كي تروحوا تشوفوا لا كلاسيفيكاسيون وتتعرفوا على البلاسموديوم كيفاش ها كان موان دو ترانسبور وصل تنقل يعني تقدري تقولي ايه تقدري تتحرك بالارجل الكاذبه تتحرك باستعمال الارجل الكاذبه اكزاكتومون بقات لنا وحده اللي هما تقسيمات الكائنات الحيه حنا العام اللي فات في سيتولوجي واش قلنا قلنا عندنا دو تيب دو سيلول لي سيلول اوكاريوت اي لي سيلول بروكاريوت ياك لي دومين لي دومين لي اكزيستيو جيتيك في لي سيلول هما زوج تاع لي دومين إيكاريا وبروكاريا وكاين لي هادي بروكاريا ما يقسموهاش هكا اصلا هادي بروكاريا يقسموها على زوج يقول لك بكتيريا ويقول لك بون بكتيريا ويقول لك بروكاريا ياخ دونك حنا اشكال الحياه في الدنيا هذه هما واش انطلاقا من زوج انواع من الخلايا دي سيلول اوكاريوت و لو دومين تاع الكائنات خلاياها وحيده الخليه اللي خلاياها وحيده الخليه نزيو لو دومين هذا اوكاريا وعندنا بكتيريا سي لي بكتيري وعندك بروكاريا سي لي بروكاريا معناتها لي دومين لي اكزيستيو سي هادو ومن بعد الاوكاريا ينقسموا انيماليا لي فونجي معناتها لي شامبينيون لي كيما نقولوا واش نقولوا لهم المهم لي زانيمو لي بلونت والفطريات وبكتيريا فيها لي بكتيري وبروكاريا فيها غير الكائنات وحيده الخليه خلاص دونك هادو ما سي دي دومين لي روغروبيو لك جميع اشكال الحياه في الدنيا دونك حنا واش راح نقراو راح نقراو على لو دومين تاع لي زوكاريوت ياغ
و لي سوغاني ولا لي غاني اللي اكزيستيو لهنايا سي عندك انيماليا بون لي غاني انيماليا عندك لي بلونت اللي راح تقراوها تاع الغاني تاع لي بلونت اللي راح تقراوها في بوتانيك و لي شامبينيون و الاخرين ما نهضروش عليهم حنا اللي همنا يهمنا هذا انيماليا معناتها لو موديول راكو هنا دورو معناتها كاع اشكال الحياه في من قسمت قسمت في دي دومين شحال من دومين ثلاثه اوكاريا الكائنات الحقيقيه النواه بكتيريا سي البكتيريا وبروكاريا سي الكائنات ماشي الوحيده الخليه وانما الكائنات البدائيه النواه هذه ما تهمناش الدومين وهذا الدومين ما يهمناش يهمنا لو دومين تاع الاوكاريا علاش باسكو فيه لا غاني اللي رانا نقراو عليها يخي دائما كاع الحيوانات اللي راح نهضروا عليهم راح نقولوا راهم في الغاني انيماليا وتحت الغاني انيماليا راح نقراو على لي فيلام فيلام دي بروتوزوير فيلام دي ميتازوير بعد لي ميتازوير دي بلوبلاستيك تريبلوبلاستيك اكسيتيرا تقسيم اللي راح تقراوه في لي كور تاعكم فهمتوا وفي الاس 2 راح تقراو على لي بلونت تاني نكملو تقسيم واحد اخر عطينا دقيقه سيل فو بلي قولوا لي هكذا باش نكملوا لا سيونس تاعنا نورمال مو سي بون لي نوسيون دو باز لي تحتاجوهم كاعيتي باش تدخلوا لو موديول راهم عندكم ما خصتكم نورمال مو حتى حاجه تبداو تقراو اليز مدام كملي لنا لي غاني اللي كاينين واش ملي غاني ما يهمكمش نتوما يهمكم غاني واحد انيماليا وغاني تاع لي بلونت في الاس دو تقراوه ما يهمكمش داكور ميرسي ما يهمكمش ما يهمكمش انا باش ترتبوا لي الافكار برك من كاع اشكال الحياه الى لو موديول تاعكم والاخرين كاع ما يهمكمش بلام بلام جو ميكسكوز لا كوبيت لنا لا رونيون في وجهنا نقراو مادام نقراو غير اوكاريا ايه نقراو غير اوكاريا غاني وحده برك تاع